Décor, uau! Uau, fazer o resto. Só o dele, meu Deus. منظر غزال تبارك الله ما شاء الله النقاء والتيساع الخضورة هرا من منظر إلا جيتو هنا ما شاء الله هو هادي كافي مقابلة مع غابة ديال بوسكورة حنا يلا جينا من الغابة دابا جينا هنا جلسنا في الكافي مقابلة مع الغابة يبغي يخرج وليداتو في هاد العطلة يبدل شوية الجو ويشمو الهواء دابا ما كاين لا سفر لا والو هاد مغار يبدل شويه هانتوما شوفوا معايا اجواء الغروب بمدينه بوسكوره هي الشمس كتغرب سبحان الله منظر رائع واحد الجو دابا فهاد العشيه واحد الجو رائع بزاف هانتوما شاركوا معايا هاد الاجواء وهاد المنظر انا جاي ندير لكم جوله في بوسكوره ها هي الغابه ديال بوسكوره راك درت لكم فيديو الاول دابا هذا فيديو الثاني مع الغروب عجبني الجو ديال الغروب بغيت نصور لكم
صافي الشمس هبطات ريحت فيها شويه، كيحمقني هذا الجو ديال الغروب كيحمقني. كثريه ملي كتكون شي بلاصه هكا متسعه وكتكون الخضوره ما شاء الله تبارك الله. هانتوما دابا الجو بالليل مختلف مختلف على ديال العشية. درت لكم جوج فيديوهات بالسكوره، واحد درته بالنهار، دابا هذا درته بالعشيه ديال الغروب. عجبني الجو، بغيت نشارك معكم هذه الجوله هذه. إذن هذه هي النهايه ديال الفيديو، كنتمنى يعجبكم، كنتمنى ما تنساونيش دائما مشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن، دائما ما تنساونيش من التعاليق ديالكم ومن اللايكات ومن الاشتراك اللي باقي ما اشتركش في القناه، كيتمنى يشترك باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. وغنقول لكم الى اللقاء الى فيديو القادم ان شاء الله، والصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.